بعيدا عن طوابير شبابيك، يوفر لك تطبيق محطتي شراء تذكرتك إلكترونيا دون تكبد عناء التنقل المسبق للمحطة والانتظار لساعات، وهو ما استحسنه المسافرون. تريزيرف البي نتاعك هذه روعة، وماذا بينا تعم على الولايات كل الولايات، ونفيق بها الغاشي، يعني الشعب يفيق بها، راهي تعود الناس كل ماذا بيه في الدار. وتسهيلات أكثر، نقص لانكومبرومون في الليل في الاستاسيون في المحطات في النقل، ميم با ساعات على ساعات تلقى ما تلقاش ترونسبور، ما تخلصش على التيكي نتاعك، فوتك النقل نتاعك، يعني بالتليفون تذكرتي تاخذها وانت في الدار. تسديد ثمن التذكرة يتم عبر البطاقة الذهبية والبنكية، وبعد إتمام العملية ترسل تذكرة السفر الخاصة بك إلى بريدك الإلكتروني الذي وضعته في التسجيل على التطبيق، ناهيك عن شباك الخدمة الذاتية. الدفع الإلكتروني للتذاكر الذي سيسمح لنا بعصرنة بيع التذاكر، تسهيل على المواطنين تنقلاتهم من دون الوقوف في طوابير يعني المحطات البرية. بدأنا فقط من الجزائر العاصمة، الآن تم تعميم خدمة الدفع الإلكتروني يعني لبيع التذاكر إلكترونيا، تعميمه عبر كافة المحطات البرية وطنيا. هذه الخدمة التي هي في صالح المواطن ستساعده على اقتناء التذاكر، تساعدنا نحن أيضا على كمؤسسة اقتصادية على تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطن. إقبال المسافرين على عملية الدفع الإلكتروني رافقه طلب تعميمها على مستوى مختلف المحطات البرية عبر الوطن، لما تقدمه من تسهيلات للمواطن والمؤسسة على حد سواء، بوضعها حدا لسلوكيات تتيحها عملية البيع التقليدية.